السلام عليكم، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، معكم بوتريكا في حصتكم عمرها ما مركا. عمرها ما مركا تحكي البطوله الوطنيه، احسن بطوله في العالم، تستضيف مدربين رؤساء جميع اللي عندها علاقه بكره القدم والرياضه في الجزائر. معنا بيان سور مخترع كره القدم، محلل تاع القناه تاعنا والحصه تاعنا عمرها ما مركا، مستر علي بن شيخ. يا خويا شوف خويا بوتريكا، انا حلفت قلت ما زيدش نولي لهاد الاخر، ما نهدرش كاع، بصح كي جبتني هاد الخطره معليش انا نهضر باسكو انا غير على الفوتبول. انا معنا اللاعب، لاعب محلي، لاعب معروف على الساحه المحليه اللي هو بوكوشا حميد. بوكوشا حميد، على بالك انت يا لاعب محلي ولاعب معروف في الساحه المحليه، قلنا سي بوكوشا واش هما الاحلام تاعك؟ صدر ما عندك لاعب صغير، انت لاعب عندك 34 عام، مازال عندك مستقبل. على راك تضحك سي بوكوشا، هي لاعب صغير يعني مازال عندك مستقبل، واش هما الاحلام تاعك؟ هي احلام تاعي كما يقول لك شوي عليك نزيد غير واحد ديزون تاع بوله ان شاء الله. ان شاء الله، الله. سي بوكوشا رانا نشوفوا هنا باللي في الـ في الـ في البطوله تاعنا راه كاين بزاف يعني احداث وقضايا تتعلق باللاعبين يتعاطوا يعني المخدرات ويتعاطوا المنشطات، واش تقول عليها انت ثاني كنت من بين الناس اللي شاكين فيهم؟ هي زعما سؤال واضح جدا. هما اللي تعطلوا النشاطات. نشاطات. ضحكتني خويا والله. معليش خويا بوليكوش، تلقى روحك باسكو هادي سي ليميسيون سي فوالا. تفضل معنا اللي دير تينيس شارابوفا. شارابوفا زين، شعل الاصفر. نقول للجمهور الكريم لانه شارابوفا ثاني يعني فاقولها باللي هي ثاني تتعاطى المنشطات، وقال لك لا غي سيرينا ويليامز دارتها لها في لاتاي. تفضل. يا خويا بوليكوش يرحم والديك، شوف الخطره الجايه كي تكون دايره هكا ما تجيش الفلاطو. سبحان الله، احنا في الكاتر 22 كنا ندخلوا تعرف ندوش نروح الحمام، انا كي نروح للتلفزيون خويا نروح للحمام، ما على باليش انا يا خويا والله ما معليش. سي بوكوشا يعني كيفاش واش سبالي رجعتكم يعني في البطوله المحليه تروحوا للمنشطات؟ هي المنشطات على ولينا نديروهم بكل مادام عرضتوني في هذا الحفل. غادي نصارح المشاهدين الكرام، حنا نلعبوا الشامبيونا الله يبارك، لعبوا لا كوب دافريك، حنبوك ما بين ميتو وميتو يعطوك 300 كاشير كاينه يا سير. انا ما موتش سيدي. بارك الله فيك، لا بارك الله فيك، بارك الله فيك، دوكا يمدوا لكم الكاشير بين لا ميتو. ايه ما موتش سيدي ولا ما لا ما قدرتش نضحك. مليحه عاود مليحه. النقطه الاولى 300 كاشير.